المتحف المصري الكبير أعلن عن إقامة معرض مؤقت فريد من نوعه. يعني المعرض بيوعدنا بتقديم منظور مبهر لتاريخ مصر القديم للمرة الأولى في مصر، وهو معرض توت عنخ آمون التفاعلي. ركزوا معايا، معرض توت عنخ آمون التفاعلي واللي لاقى نجاحا جماهيريا كبير، وكمان من المقرر مشاهدينا أن يفتح المعرض أبوابه في شهر نوفمبر القادم تزامنا مع الشهر نفسه اللي تم فيه اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون قبل أكتر من 100 سنة. هيقدم المعرض قصة الملك توت عنخ آمون بأسلوب إبداعي جديد ومختلف. تعالوا نعرف التفاصيل بتاعته من خلال هذا العرض ونعود مرة أخرى في هذا الصباح. طيب، واحنا بنتكلم عن المعرض التفاعلي لمعرض توت عنخ آمون اللي هيكون موجود في المتحف المصري الكبير، بينضم لينا الاستاذ احمد عامر الخبير الاثري. وصباحك كله خير يا استاذ احمد، اهلا بحضرتك. صباح الفل على حضرتك يا استاذ رامي وعلى كل الساده المشاهدين على قناه اكسترا نيوز. يعني فكره انطلاق رحله سماعيه وبصريه تمتد لاكثر من 3400 سنه في حد ذاتها فكره مبهره، فعايزين نشرح ونفهم اكثر مع مشاهدينا فكره المعرض التفاعلي او يعني هذه الفكره وتوت عنخ آمون كمان. يعني هو مبدئيا توت عنخ آمون احد اشهر الملوك في عهد المصريين القدماء بعد رمسيس الثاني، على اعتبار ان رمسيس اشهر ملك جه حكم مصر القديمه، بل ان هو اعظم ملك. توت عنخ آمون طبعا جه شهرته من المقبره اللي تم اكتشاف فيها 5300 قطعه اثريه، دي خير بدايه تمثل طبعا المتحف المصري الكبير اللي هو ان شاء الله هيتم افتتاحه ان شاء الله بنسبه كبيره جدا في 2024 باذن الله. واحنا بنتكلم عن طبعا معرض توت عنخ آمون، هذا المعرض يعني قد حظى طبعا يعني بشكل كبير جدا بشهاده واسعه في شركه مدريد ارتس ديجيتالز في اسبانيا في نوفمبر 2022. هذا المعرض بمزعم افتتاحه ان شاء الله في نوفمبر، على اعتبار ان مقبره توت عنخ آمون تم اكتشافها في 4 نوفمبر عام 1922، يعني الشهر الجاي كمان شهرين بالظبط هيبقى مر على اكتشاف هذه المقبره 101 عام. واحنا بنتكلم عن هذا الاثر الهام جدا، هيتم طبعا يعني هتبقى يعني رحله اسطوريه، الزوار هيشوف رحله اسطوريه للملك توت عنخ آمون في رحله سمعيه وبصريه تمتد لاكثر من 3400 عام من التاريخ، وهيستكشفوا طبعا المعابد والكنوز والاسرار المعاد احيائها في مصر القديمه، بالاضافه ان سيتم احاطتهم بعرض طبعا بصري بزاويه 360 درجه مقرون بموسيقى تصويريه استثنائيه تعزز من هذه التجربه. حتى هذا المعرض لقى طبعا اقبال كبير جدا في 8 اشهر في مدريد، 300 الف زائر، وحصل طبعا على العديد من الجوائز الرفيعه المستوى، يعني وده عزز مكانته كتجربه ثقافيه لابد من مشاهدتها. المتحف المصري الكبير طبعا هو هيكون الواجهه الثقافيه والترفيهيه الرائده في مصر، ومعرض توت عنخ آمون التفاعلي هو المثال المناسب على التزام المتحف بعرض التراث الثقافي الغني لمصر، وسوف يقدم مجموعه واسعه من التجارب والانشطه بهدف يهدف المتحف نفسه المصري الكبير الى جعل الثقافه في متناول الجميع والمساهمه في التنميه الثقافيه والاقتصاديه في مصر. ولزيارة المعرض سيتمكن كمان الزوار من شراء التذاكر عبر الموقع الإلكتروني للمتحف أو من خلال مكتب التذاكر في المتحف، بالإضافة أن كمان المتحف المصري الكبير هيبقى أكبر متحف على مستوى العالم من حيث أحدث بالتأكيد. دي تفاصيل كتيرة جدا عايزين لسه هندردش فيها ونعرفها أكتر بالتزامن مع انطلاق بقى المتحف المصري الكبير بشكل رسمي، وكمان معرض توت عنخ آمون التفاعلي، هذه الفكرة الرائعة في الترويج والتسويق والجمال والإبهار اللي هنشوفه من خلال هذه الفكرة وتطبيقها في المعرض المصري الكبير. أنا بشكرك أستاذ أحمد عامر الخبير الأثري على وجود حضرتك معنا.